ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا عارف بتقولي لي جولف تاني يا ماجد، بس دي مختلفه قوي، دي كلها تقريبا كاربون فايبر، وكاربون فايبر حقيقي، فمختلفه قوي، فلازم كانت تتعمل الصراحه. ومات اسود، وانتوا عارفيني ان انا بحب الاسود. وبرده في ناس كتير قوي بتسال، هو ماجد ما بيغيرش الطقم بتاعه؟ اللي فيكم متابع القناه، انا بجيب من دول، يعني من التيشيرتس دي بتاع 7 عشان ما اغيرش، وحتى الجينز بجيب ايه برضو عدد عشان ايه نبدل، عشان انا ممل في لبسي الصراحه، بحب الاسود بقى، هعمل ايه؟ وبسيط وما بيخليش الاختيارات معقده، فلما الاقي عربيه سودا زي دي لا لازم مات وكاربون فايبر، يعني صاحبها مهتم بيها قوي وصارف عليها كتير قوي. تعالوا نشوف ايه حكايتها، يلا بينا. اول حاجه هبتدي بيها هي الصوت اللي العربيه بتطلعه. بصوا سامعينه؟ استنوا، دي الكنترولرز اللي جوه العربيه، اوكي، بتطلع اصوات كده غريبه قوي، العربيه زي ما تكون صاحيه حتى وهي مطفيه عشان تبقوا عارفين. طيب مفيش حد يحكي احسن عن العربيه دي بالذات غير احمد صاحب العربيه. ازيك يا احمد؟ ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير، ربنا. احكي لي بقى، احكي لي العربيه، تعالى خدها كده من قدام واحده. طيب واحده، نبتدي من الاول خالص. ابتدي الاول، احكي لي تاريخ حياه العربيه، هي مين بقى العربيه؟ انا جبتها زيرو 2019. اوكي، ابتدت معايا جولف 7.5 2019. اوكي، 1.2 ليتر. اوكي، كانت بتطلع 110 هورس باور وحوالي 175 نيوتن. اوكي، ده ابتدت معايا كده. تمام. جيت انا ابتديت التعديلات فيها، يعني عدلت خارجي وعدلت في المكنه. هنبتدي مثلا بالتعديلات. هناخد المنظر من بره الاول. طيب احكي لنا بقى المنظر من بره. انا عملت زي كونتراست ما بين الكربون والاسود. اوكي، ان هم يبقوا لايقين مع بعض. تمام. فانا عندي قطع كتير كربون في العربيه، الكبوت دوت كربون فايبر. الكبوت ده كله كربون؟ كله كربون فايبر. استنى جايبه من بره، نديله الاختبار ونسمع الزغطه بتاعت العربيه. اوكي، كربون فعلا، والشبك ده حلو قوي للتهويه. تمام، والمرور الهواء نظريا. طيب اوكي، ده اول حته كاربون، وانا شايف الانوار. تعال قول لي الانوار. الانوار انا غيرت الانوار بتاعت العربيه كلها، ركبت فوانيس الجولف ار ال 7.5 الاوريجينال. اللي هم بيظبطوا ارتفاعهم. بالظبط، اللينس بيرفع في العالي وبينزل بيتحرك. طيب تمام، ننزل بقى تحت نزولا. اولا العلامه. تمام. برافو، حتى العلامه مات. تمام. حلو قوي منك. طيب اللي تحت برضو الفرونت ليب، برضو اللي في العربيه ليب تحت. دي كاربون فايبر. اوكي، والرموش اللي فوق الفوانيس برضو كاربون فايبر. الرموش دي القطعتين دول. دي ودي، ودول كاربون فايبر. دول كاربون فايبر، فانت عامل الكاربون فايبر لوك. تمام، حلو قوي. alright. طيب ايه تاني؟ ممكن تايب ار دي انت حاططها. اوكي، ندخل على الجنب. العلامه دي انا حاططها طبعا. هو أوكي، انا معدل الشكل الخارجي للعربيه على الجولف اور. تمام. بس المكنه هنتكلم فيه، هو مش اور. المكنه تي اس اي. تي اس اي اللي هي 2.0 لتر بس الامامي جي تي اي. اوكي، طيب تعال نشوف الاول الكاوتش. تمام، كاوتشك حلو جدا، كومو والجنط جميل كمان. تمام، والكاوتش 235 35 19، بروفايل حاد جدا. بالزبط. جدا، عشان يعني يحسن في ثبات العربيه برضه. وبما ان احنا في الحته دي فانا شايف كمان العتب عندك كاربون فايبر. كاربون فايبر برضه حلو قوي. الكفر المرايات برضو كاربون فايبر. كاربون فايبر هنا. اوكر الباب. اوكر الباب. الكفر كفر كاربون برضو. اوكي، ده موتيف فعلا. غير اصلا ان العربيه، بس نوريكم كده المنظر العام، العربيه كمان مات ولونها حلو قوي. نيجي للحته الوحيده اللي مش كاربون فايبر عندك في العربيه. دي فيك الجزء دوت، الستريكس اللي في الجنب. ده كاربون فايبر لوك، مش حقيقي. ماشي، كتر خير الدنيا. والبروفايل الخلفي برضو 235 زي امامي بالظبط. اما بقى السبويلر، انا شايف ان السبويلر ده برضو كاربون فايبر. كاربون فايبر، ادينا تخبيطه كده عليه عشان نسمع. ايوه، خش كاربون فايبر. تمام، حلو. ومن هنا برضو عامل بلاكينج اوت للعلامه والتي اس اي انجن، والديفيوزر اللي تحت ده كمان. الديفيوزر دوت برضو ده كاربون فايبر، والتيبس بتاعت الاكروبوفيك دي كاربون فايبر برضو بس مات. اوكي، انت صارف مبلغ كبير قوي. يعني هو عشان انا كنت راسم يعني صوره كامله، فحاولت ايه اوفق من الاجزاء. والاكسدام ده فيه حتتين زياده اللي هم فوق العواكس دول. دي زياده، دول زياده، الاكسسوارز زياده. ده انت حاططهم. حاططهم مركبهم. بيانو بلاك عادي، ده بلاستيك. اوكي،
مديالها تعريضة أكتر من ورا يعني تنفيخة أكتر كده بالظبط، هي محلية في الشكل بس. آه تمام. طيب تعالى ورينا الموتور. تمام. لسه العربية عندها صغطة يا جماعة. لسه صغطة شغالة. تحس ان انت عايز تمسكها كده وايه تطبطب على ظهرها عشان تتكرع وتخلص. ورينا. ده الموتور طبعا شلت السيستم القديم ركبت ال 2.0 ليتر تي اس اي. السبيكتس بتاعته 230 اتش بي هورس باور والنيوتن 350 نيوتن متر. فتيس اوتوماتيك دول كلتش دي اس جي 6 سرعات ويت. وفي لونش كنترول. في لونش كنترول. غيرت الفلتر هوا ركبت الفلتر الاوفر سايز رام ايه. مش اوفر سايز بعقل ده حلوف. بالظبط هو كبير شويتين. وعامل داون بايب وستريت بايب لحد الاخر. اوكي. 3.5 بوصه. اوكي. لحد الاخر وحاطط علبه في الاخر فالفترونيك عشان الصوت بس اعرف اتحكم فيه. يعني انت عامل شغل جامد يعني. طيب نشوف من جوه، تعالى ورينا ناحيه العربيه من جوه. اوكي من جوه يا احمد انت عامل شغل جامد قوي في الكراسي. كراسي رهيبه. الكراسي انا جايب الكراسي ريكورو باكيت سيس بتاعت الجولف اور. حلوين قوي طبعا. طبعا هما طبعا يعني احساسهم في السواقه مختلف. مسكين خالص. بالظبط. بس بيحضنوا جسمك مش بيتعبوك في السكه. اعترف. هما متعبين بس كل حاجه ليها ضريبه يعني. ايوه في المسافات الطويله متعبين. هما ناشفين. انا عارف دول ناشفين مع العفشه بصراحه. بس حته على السرعه بيبقوا مفيدين جدا. اوكي. بيبقى الكرسي ملكك يعني ما تتحركش خالص. طبعا مفيش اي ما بتلفش. بالظبط كده. وعجله القياده برضو كاربون فايبر. كاربون فايبر وحاطط فيها ليد بيتوصل على الاو بي دي بتاع العربيه. اوكي. زي بيضيف شويه بيانات. طب ما تدوره لنا كده عشان نتفرج على الليد ده لانه مميز قوي. طيب تعالوا نشوف الديسبلاي الصغير اللي في عجله القياده، ورينا بقى. تمام. هو في زرارين. اوكي. ده بيتحرك يمين زي ما انت شايف. وده شمال. اوكي. انا عايز ادخل في اول واحده ديت هي ملهاش اسامي بس بفضل هولد على الزرار دوت. لحد او بيجيب يعني ده دلوقتي الار بي ام معايا فوق. اوكي. وده السرعه. اوكي. بتبقى واصله مع العداد يعني انا لو دوست يعني بدقه وعدد لفات الموتور كمان بيطلع لك هنا. بالظبط. كمان لف ادوس على عدد لفات الموتور. طبعا انت عامل كراكلز فايل يا خبر ابيض رهيبه. ماشي. فالار بي ام بيبقى واصل مع الار بي ام بتاع العداد ونفس الكلام السرعه برضه بس عشان العربيه ثابته طبعا فهي ايه زي حلوه قوي الحته دي يعني فورمولا 1 جدا يا احمد. بالظبط. هي زي اضافه للعربيه. أوكي. زي شاشه صغيره فيها برضه اوبشنات ثانيه دي حضرتك درجه حراره الزيت. اوكي. بيطلع لك يعني بيانات كتير عن العربيه. كتيرة. دي درجه حراره الزيت دي البطاريه. اوكي. انا مستخدم قد ايه من الانجن. اوكي. الباور يعني. بالظبط. التربو فاتح كام بور. غالي شكلها عجله البنزين ناقص عليه قد ايه هو دلوقتي 10% اوكي في الاخر بس شويه معلومات بسيطه يعني. لا بس هي معلومات حلوه وانت سايق بالذات. بالظبط. وغير كده من جوه انا شايف هي 7.5 عادي بالانفوتينمنت بتاعها. بالظبط. والتكييف التو زون وبقيه الحاجه طبعا الكراسي الريكارو والباكيت سيتس حلوين جدا. هو كل اللي متغير هنا التورو وفي نفس الوقت برضو ده الريموت بتاع الاكزوست. عندك عشان تفتح البوابات. طيب عايزين نعمل تجربه تسارع ونشوف. بصوا الفوانيس يا جماعه برضو حلوه قوي ال اي ديز بتاعتها. ادينا اشاره كده يا احمد. حلوين قوي دايناميك كمان. اوكي اشاره شمال بقى تاني. حلوين قوي. اوكي ادينا نور عالي كده ال اي ديز طبعا. ادينا اشاره بقى شمال. ايوه حلوين جدا. كمان تاني اشاره. وحتى بصوا على النور بتاع المرايه الاشاره دايناميك هو كمان. حلو قوي ما شاء الله. تعالوا نعمل تجربه التسارع بتاعه ال 7.5 دي. في حاجه ما قلناهاش، تعليق الامامي ماكفيرسون والخلفي هنا كابل تورشن بار متصل مش مالتي لينك. دي الحاجه الوحيده الصغيره أي. بس مش هتفرق معانا في التسارع. عربيه فيها لونش كنترول، تعالوا نشوف هتفرق قد ايه. يلا بينا. ايه مفروض الدي اس جي بتاعهم دايما كويس. اوكي هنحطها في المود الرياضيه. تمام. وهنقفل الثبات الالكتروني من هنا. ايوه تمام كده اوف. ما عنديش اي حاجه تانية اعملها غير اثبت رجلي جدا على الفرامل وعلى البنزين على
7.4 لخبطت ما بين الثاني والثالث فعلا. بس عربية فيها سرعة عالية ما فيش شك، والربع ميل مش وحش 15 ثانية حلو. تعالوا نعمل تجربة تانية من غير اللونش كنترول لأنه حسيت إن هو جلة كده، فتعالوا نجرب سبورتس مود قافل الثبات ونديلها طلعة. دي أحسن طبعا. 6.69 لونش كنترول فيها جلة جامد. تعالوا نعمل كمان واحدة. طيب تعالوا نعمل تجربة الأخيرة بدون لونش كنترول برضو ونشوف، يلا بينا. الباكت سيتس مؤثرة قوي يا جماعة. نقفل الإزاز. أوكي، ألبس الحزام. برضو اوكي، مفيش لونش كنترول بس همسكها برجلي الشمال عشان ايه ما تتحركش وخلاص، وسبورتس مود وهيا بنا. كويسه برضو. 6.52 6 ثواني ونص. تعالوا نشوف لو اقدر اوصل ال 200 كده او اخر حاجه ايه قبل نقطه الفرامل. عربيه ثابته جدا فيهاش 200 قبل نقطة الفرامل. No way. حاجة كنت أثبتها لكم قبل كده إن الحتة اللي أنا بجرب فيها اللي هو النص ميل اللي أنا بجرب فيه ده هو أكتر من نص ميل، هو قرب الميل أقل شوية، بس في حتة اسمها بريكنج بوينت لازم تفرمل عندها عشان لو ما فرملتش هتلبس. بس 6.52 رقم كويس قوي بدون اللونش كنترول، وزي ما تكون التكويده بتاعت العربيه الجير بوكس، انا هي متكوده برضو، الجير بوكس ده متكود غالبا او في تكويده يعني انا مش متاكد منها قوي، زي ما تكون هي بتعمل لونش كنترول لما بتدوس جامد، لان هي بتثبت الاول وبتعمله بالظبط زي اللونش كنترول بتاعهم. لما بتعمله بقى رجل شمال وتدوس وكده وبتاع لا ما بتعملوش كويس، بس رقم كويس جدا اكيد. احكي لي بقى، انت عارف تاريخ السيستم ده ولا لا؟ الموتور اللي راكب عندك تعرف؟ لا يعني هو نص جي تي اي بس استيراد طبعا نص عربية امامي. اوكي خدته فضيته عندي يعني. جي تي اي ستوك. جي تي اي موديل 2018. 2018 بالظبط. طيب العربية اولا ادائها على الارض حلو جدا، مفيش اي مشاكل، والعفشة رهيبة وثابتة جدا، والكراسي باكت سيتس مفيش ملي هتتحرك فيه، يعني انت هتقعد في الكرسي مش راح، بس طبعًا. مؤلم طبعا بالتسعتاشرات. اوكي بالظبط، بس هي كتجربة سواقة كاملة حلوة جدا. الا النقلة يعني زي كل المواتير تي اس اي بتلاقي في اخر الرينج بتاع العزم بتدي ايه بالظبط تحس بالكحة كده والنفس بيضيق معاه يعني حصل. بس ده كل مواتير ال 2000 وكل المواتير تي اس اي بتاعت في دبليو فيها العادة دي، العزم من تحت رهيب حلو جدا، من فوق بيبتدي ايه يروح، هم ظابطينها كده عشان البوست يبقى جاي لك في الحتة المفيدة في الجارية. طيب اول مره انتوا شفتوا النتيجه، احمد ما يعرفش النتيجه طبعا، ولكن اول مره انا عملت لونش كنترول العربيه هيست ما بين الثاني والثالث فعلا. هي بيحصل اللقطه دي كتير. هيست وضيعت تورك وضيعت حاجات كتير قوي، عملت تسارع في 7.4. تمام. لما جيت عملت تجربتين من غير لونش كنترول خالص بس في سبورتس مود وقافل الثبات 6.69، واللي بعدها دي بقى الاحسن اقول لك حالا 6.8.5. فست ثواني ونص على العربيه ده حلو قوي. طبعاً. ليه؟ لانه ده فرونت ويل درايف، ده اخر الفرونت ويل درايف بالزبط. بس بقى الملاحظه ايه؟ الملاحظه ان العربيه لما عملت لها لما دوست الدوسه الكبيره اللي هي وانا من غير ما احط رجلي على الفرامل خالص طبعاً. خالص عملت لونش كنترول، ده اللونش كنترول اللي بتفضل ماسكه الرافز عالي وبعدين تروح نقله تمام، فهي بتحمله، فده اداني الانطباع يا اما الجير بوكس ده متكود لدوسه البدال دي فيعمل اللونش كنترول يا اما الموتور متكود، ما اعرف في حد متكود هنا في في كود في الموضوع. لانه لو جبت اي عربيه ايا كانت ودي اس جي ودوست دي اس جي بتاع بي دبليو ودوست بعدل بنزين جامد مش هتعمل اللي عملته دي، بتهولد الار بي امز دي بتعمل لونش كنترول،
وعملته طبعا احسن بكتير وفي واضح طياره ثانيه كامله من رقم التسارع. يعني احسن من غير اللانش كنترول اللي هو مع الفرامل. ست ثواني ونص ده رقم حلو قوي على العربيه. ده رقم الجي تي اي على فكره عشان تبقى عارف. يعني 6.4. انت بتتكلم على انا جايب 6 ثواني ونص يا جماعه، مفيش اي حاجه يعني بالنسبه لي كده تمام. وحر شويه، لو كان الجو طبعا في المانيا 18 ولا 16 كانت هتفرق شويه، طبعا بتفرق شويه صغير، لكن ما شاء الله بجد برافو يا احمد. عربيه مصروف عليها رقم كبير جدا جدا وتستحق، وان حاطط كاربون فايبر هنا على الكبوت دي واحده من المميزات اللي ما اتكلمناش عليها. ايه ميزته؟ ان العربيات اللي مواترها قدام، وكمان في حاله العربيات الفي دبليو تلاقي الموتور محدوف شويه لقدام اكتر، يعني ما هوش راجع ورا قوي، ما هوش ورا الاكس، هو قدام مظبوط لانها فرونت ويل درايف، فتلاقي توزيع الوزن بيبقى يمكن نقطه الضعف شويه في العربيه دي، فلما تخف الوزن من قدام بتفرق طبعا. ده غير المنظر، ما انكرش المنظر جميل جدا يا احمد، وتعديل انا عارف انتوا تعبتوا فيه جدا، ولكن ما شاء الله عربيه جميله. ربنا يخليك يا باشمهندس. ثانك يو حبيبي. دي كانت اخر جولف يا جماعه بجد والله اخر. الا لو حد جاب لنا جولف 8 ولا حاجه، حد عنده 8؟ عشان دي ما اتعملتش لسه. عملنا قبل كده 7.5 الار الستوك الحمراء لو فاكرين، ودي معموله حلوه جدا. روح ربنا يخليك يا باشمهندس. اعملوا لايك وسبسكرايب وشجعوا احمد، ونتقابل في العرض القادم. سلام.